السلام عليكم ورحمة الله. إذا بعد ما درنا الدرس الأول ديال بما أميز بماذا أميز الألوان يعني بالعين، قلنا على أن كنميز الألوان بالعين. إذا قبلا يعني الواضح في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. إذا اليوم غادي نمروا الدرس بماذا أتعرف على بماذا اتعرف ملمس الاشياء، يعني الملمس يعني ملي كنقيسوا الحاجه، الملمس من اللمس، يعني اليوم غادي نقراو حاسه اللمس. اذا ملي كتلاحظوا هاد الصورتين بجوج، كنلاحظوا الصوره الاولى المس الصوف، يعني الصوفه الى لمسناها، الصوفه ديال الخروف في العيد كبير كلنا كنلمسوا داك الصوفه كيفاش كتكون، يعني كتكون ناعمه. اما ملي كنلمسوا ورق الزجاج، هذا ورق الزجاج هو داك الورق باش تنحكوا الخشب او لا، هذا كيتسمى ورق الزجاج، تيكون حرش، داك الورق الحرش اللي كنحكوا به الحاجه باش تولي ناعمه. هذا ملي كتقيسو كيكون حرش، كيقيسك في الجلده ديالك، كيقيس في الجلده وتيكون حرش. اذا شنو هو الاقتراح او التساؤل؟ بماذا استطيع التمييز بين ملمس الاجسام؟ يعني في نظركم اللي كنبغي نلمس هذا الستيلو، هذا باش كنلمس بيديا، ولكن اول عضو في الملمس هو شنو هو؟ في حاسه اللي كتسمى الملمس، حاسه اللمس، اول عضو هو الجلد. الجلد هو اول عضو في حاسه اللمس. اذا اللمس كنلمسو بيدينا. اذا اقترح ما يلي، غادي ندير واحد الاقتراح اللي هو ممكن اننا نقولو على اننا نميزو او لا يتم التمييز بين الأجسام الناعمة والخشنة، هو الخشنة بتوظيف حاسة اللمس. اللمس لأن حاسة اللمس هي اللي كتعطينا الجلد، هي اللي كتعطينا هاد غادي نحاول ما امكن انني يتم التمييز بين الاجسام الناعمة والخشنة بتوظيف حاسة اللمس. على ان قلنا ان الصوف رطب، باش عرفنا رطب يعني باللمس ديال اليد. علاش هاد الورق الزجاج عرفناه خشين ملي قصناه بيدينا لمسناه، عرفناه على انه خشين. اذا غادي نجزو واحد المناوله، غادي ناخذ واحد بلاستيكه، كيس اسود، كان غادي ناخذ حجر، كبات صوف، قنينه صغيره يعني واحد القرعه صغيره، وحمل عقة معدنية يعني العاشق، كوب، واحد الكاس، وقطعة ثوب، واحد القطعة ديال الثوب. يعني حنا غنكونو درنا واحد المجموعة غيديرها لنا الأستاذ في القسم. إذا غادي تكون ديك المجموعة فيها ثلاثة أو أربعة، وغادي نحاولوا ما أمكن أننا نغمضوا عينينا كما كتشوفوا في الصورة، وتنحاول ما أمكن أنني نلمس الجسم ونجبدو ونشوفوا واش غادي نتعرفوا عليه، وكنوصفوه في نفس الوقت. يعني نشوفوا اشنو هزينا، مثلا الى هزيت ملعقه نقولوا راه ملعقه مثلا بارده، الى كان حجر غادي نقولوا حجر، الى كانت كبه صوف غادي نقولوا كبه صوف، ثم نحددوا اش تكون يعني النوع ديالها. يعني غادي نلمسوها ثم نوصفها ثم نحددوا النوع ديالها. اذا في نظركم الى سدينا عينينا ولمسنا هذه الاشياء، هل
واش غادي تعرفوا مثلا على الحجر، على كبات الصوف، على القنينه ولا لا؟ اذا الاستنتاج ملي كنديروا هذه التجربه هذه، اذا فعلا استطيع في التمييز، اذا استطيع او لا اقدر، استطيع التمييز بين، استطيع التمييز بين ملمس الأشياء، الأشياء بتوظيف دائما حاسة اللمس، حاسة اللمس. إذن أستطيع التمييز بين ملمس الأشياء بتوظيف حاسة اللمس، حاسة اللمس. كنتمنى أنكم فهمتوا الدرس. إذا غادي نعود الاستنتاج، أستطيع التمييز بين ملمس الأشياء بتوظيف حاسة اللمس. وكما قلت قبيلة أن أول عضو في حاسة اللمس هو الجلد. إذا أمر إلى الصفحة رقم 11. إذا أستخلص، يعني الاستخلاص اللي يمكننا أن نقوله، على أن الجلد عضو بحاسة اللمس. حاسة اللمس تمكننا من تمييز الأجزاء الناعمة والخشنة واللينة، يعني الحاجة الرطبة كان 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 نعرفوها، الخشنة واللينة كنعرفوا أنه نعرفها. هنا بالنسبة لحاسة اللمس اللي هي لو توشي، الجلد هي هو لو بون، هي لا بو، باردون، هي لا بو. اذا بالنسبه لحاسه اللمس هي لا توشي، لو توشي، بالنسبه للجلد هو لا بو. اذا بالنسبه للتعلمات، اصف ملمس العناصر باستعمال الكلمات التاليه، اذا ناعم، خشن، ثم لين. اذا هنا ورق الزجاج، قفاز، فرو قط، حرير، جبن، ثم مبشره. اذا ورق الزجاج شنو قلت لكم؟ هذاك الورق ديال الزجاج داك باش كنحكوا الخشب، كيفاش داير؟ يعني خشن، ورقة الزجاج خشنة. هنا خشنة. القفاز ملي كنلبسوا الصباعات دوك ديال سميتو تيكونوا لينن، لينن، لينن. فرو القط، الا شدينا واحد القطه ودوزنا على يدينا كيفاش كتبان؟ كتبان ناعم. فرو القط ناعم، ناعم. الحرير كيفاش كيكون الحرير؟ ملي كنلبسوا واحد الثوب اللي هو حرير تيكون ناعم، ناعم. بالنسبة للجبن فهو رطب بزاف، لين. لينون. المبشرة، عرفتوا شنو هي المبشرة؟ ديك اللي تنحكو بها مطيشة، إلا بغينا نديرو البيض ومطيشة، أو بغينا نديرو الحرير، أو لا المهم بغينا نطيبو مطيشة، كتشوفو الأم ديالكم كتهز ديك المبشرة، هي الحكاكة اللي كنقول لها بالدارجة الحكاكة. يعني مبشرة خشنة، خشنة، خشنة. هنا قلنا على أن الورق الزجاج خشنة، القفاز لين، فرو القط ناعم، يعني ناعم، الحرير ناعم، رطب بزاف، يعني ملي كتقيسو كي تنقولو رطب بزاف. الجبن لين، لين. المبشرة خشنة، قلنا الخشنة.
قلنا ألون أماكن جسمي التي تمكنني من اللمس. إذن بالنسبة للسؤال الآخر، ألون أماكن جسمي التي تمكننا من اللمس. إذن إلى جينا نشوفه، قلنا على أن الجلد هو العضو، عضو بحاسة اللمس، يعني الجسم كله فيه الجلد. إذن راه الجسم كله غادي نلونو. علاش؟ أي حاجة قاستك في أي بلاصة في الذات ديالك كتعرف شناهي، بغض النظر على أن إذن غادي نلونو الجسم كله. إذن هذا هو التلوين، يعني الجسم كله، هو ماشي بالضرورة اليدين، يعني الجسم كله فيه الجلد. إذن والجلد هو عضو بحاسة اللمس، عضو بحاسة اللمس. إذن هنا كملنا الدرس ديال بماذا أتعرف ملمس الأشياء، إذا حاسة اللمس. إذا أكون قد انتهيت، قد أنهيت صفحة 12 ثم صفحة 11. إذا إلى درس آخر إن شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايك وبالبارتاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.